السلام عليكم، نتلاقى الليلة في ميو لايف توثيقي جديد. أنا في حي المظاهر في أم درمان. كان في جداري اشتغلتها في الحتة دي ذاتها، فيتعمل فيها جزء تاني، فنشوف جديد شنو. طيب freedom peace justice، يعني حرية وسلام وعدالة بالعربي والإنجليزي. علم السودان مرفوع، سودان جديد، نيو سودان. الشهيد أحمد الخير به محاكمة في الأيام الجاية. أستاذ كتب قصة، أحمد كتب قصة. أنا من درمان، إذا ما قلت أعني، إذا ما قلت آهن على السودان القديم. ده مثال لعزة، عزة خليل اللي قال لك افرح في عزة، في هواك عزة من السودان. دي جدارية زي ما قلت لكم، هي كان امتداد لجدارية اتعملت في نفس البيت ده من الجهة الثانية، بس للتذكير دي الجدارية اللي وثقتها في البداية الى كده. جم مركز صحي عبد المجيد محمد، المراكز القديمة، جم جامع عمر عبد السلام في المظاهر. جديد اللي ده من اللايف فعلا، يعني حاجة بسيطة كده وجات مصادفة، فنكمل إن شاء الله في اللايفات التوثيقية للحصل في جدارياتنا في شوارعنا بعد مجزرة القيادة العامرة بالفحش وهدانا وش في ريحانة ورد مفقودين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لحسن المتابعة.